ابتهجنا وابتهج الجميع مناسبة هذه المبادرة الملكية السامية، القضية بالعفو عن المتابعين والمعتقلين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي بدون ترخيص. وهنا كنتكلم على واحد الفئة اللي غالبا يعني غالبا الشريحة الكبيرة فيها كانت قبل خلق الوكالة وقبل صدور القانون المتعلق بالتقنين، يعني القانون 1321. هذا العفو الملكي وهذه المبادرة الملكية السامية خلقت واحد الفرحة كبيرة لدى المعنيين بالأمر، يعني المتابعين، وكذلك لدى الأسر ديالهم. ربما راكم عاينتوا ميدانيا الفرحة ديال التلة من المواطنين، وهي مبادرة سامية بأبعاد مختلفة. هناك أولا البعد الإنساني، إنسان كما كان الأمر كان موضوع اعتقال أو متابعة أو مبحوث عنه، كان بمقتضى جريمة يعاقب عليها القانون. والآن أتى العفو الملكي، يعني إنسانيا يعني تؤطر للنبل، يعني والأب الملك الإنسان، الملك الأب الإنسان. كذلك هي مبادرة ذات بعد اجتماعي. لماذا؟ لأنه الغالبية ديال هاد الأشخاص اللي كيكونوا متابعين أو لم بحث عنهم هما أشخاص يعيشون على جانب المجتمع، على جانب المجتمع غالبيتهم. غير مثال بسيط، بطاقة الهوية ملي كتسالى ما كيقدرش يصوبها، وبالتالي كيولي محروم من المعاملات التجارية، من الانخراط، من الانخراط في أي يعني في أي مجال من المجالات اللي هو قانوني أو لا، غادي يكون عنده واحد 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 الصدى على الحياة ديالو. الآن بمقتضى هذا العفو، الآن هاد المواطنين هادو أصبح اندماجهم، إعادة إدماجهم في المجتمع يعني بشكل تلقائي. وبالتالي ما سوف يعني نقف عليه آنيا بعد المبادرة الملكية السامية هو الانخراط ديال هاد المواطنين هادو في سلسلة القنب الهندي المقنن. لماذا؟ لأنه ما مهنة من مهنته فلاح راه يبقى فلاح، هذه المهنة ورثها عن أبائه ولا بطبيعته، ولا مهنته فلاح سوف يبقى فلاحا. الطبيعة ديال المنطقة راكم شفتوها، طبيعة جبلية، تضاريس وعرى، يعني حتى الطبيعة الفلاحة اللي كتكون في هذه المنطقة راه ماشي أي فلاحة كتكون. وبالتالي هاد الناس الآن غادي نشاهدوا واحد الانخراط ديالهم في هذه السلسلة عبر انخراطهم في التعاونيات اللي هي بطبيعة الحال كتكون عندها عقد مع 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 الشركات باش يمكن لهم يشتغلوا بكرامة وبدون خوف. دونك هذا الخوف اللي تم الرفع ديالو الان ترفع عليهم الخوف، غادي يحفز من الاستثمار، لان اكبر حاجز امام الاستثمار هو الخوف. الانسان كيخاف ما عمره يقدر يستثمر. اذا الوقع ديال هذا الشيء غادي يكون اقتصادي. وهنا غادي نعطيكم بعض المعلومات اللي احنا من خلال يعني العيش اليومي ديالنا والاحتكاك ديالنا مع 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 الطائفه ديال الناس بحكم العمل ديالنا في الوكاله. شفتوا المزارع في القنب الهندي اللي كنقولوا له حنا النوار، اللي كان اللي بسببه ولا متابع ولا معتقل ولا مبحوث عنه، راه هذاك الفلاح راه هو الحلقه الاضعف في السلسله. ما تصوروش يجيبكم الله بانه راه كان كيربح بزاف السلسله، لا. علاش؟ لانه ضعيف ويشتغل في الظلام، دائما يخضع للمساومه. اللي كيجي يشري منه السلعه ديالو راه كيشريها منه باقل الاثمان، هذا والا يدير به شكايه كيديه، لا يدير به شكايه، يدير به كذا، وكيصبح موضوع متابع. ممكن كيضطر يبيع بهذاك الثمن اللي هو بخص. الان بعد انخراطه في السلسله ديال التقنين القنب الهندي، عندما سوف يصبح مرخصا منخرطا في تعاونية تربطها عقدة مع شركة، سوف يبيع بثمن السوق، سوف يبيع بثمن السوق، هو ثمن اللي هو حاليا جد 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 محترم.
بالتالي غادي توفر ليه واحد المدخول اللي هو قار كافي لإعالته وإعالة الأسرة ديالو في جو كريم جدا. وبالتالي هادشي كله شنو غادي تكون النتيجة ديالو؟ هو القطع مع الإنتاج غير المقنن وغير المرخص، لأنه لا يعقل أنه هذاك الفلاح يبيع برخال النوار، ما يمكنش، شي حاجة اللي مستحيلة. يعني واحد الآلية هذه، هاد الشغل ديال هاد الآلية بدون قوة، الفلاح غادي يمشي من السيركوي إليسيت، غادي يمشي من النوار تلقائيا، لأنه السوق أفضل له، كيعطيه أكثر، دونك ما الربح ديالو سوف يكون أكثر. دونك ما يمكنش ينخرط في واحد الحاجة اللي هي تقدر تجيب له المتابعة وفي نفس الوقت ما كتعطيهش. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كذلك الوقع الآني ديال المبادرة الملكية السامية ديال سيدنا الله ينصرو، هو غادي يكون هناك واحد التشجيع ديال الاستثمار، لأن طالما أن المنخرطين غادي يكثروا، يعني إنتاج غادي يكثر، عندما يكون هناك إنتاجا أكثر مستثمر يشجع كيتشجع باش يجي ديال المقاولة ديالو، لأن الاستثمار فديال راه إنشاء واحد الوحدة صناعية اللي فيها كنقولوا حنايا واحد التركيبة مالية وتركيبة دراسة. ما غيمكنش مستثمر غيدخل على واحد الكمية قليلة، ولكن إذا كانوا منخرطين كتار كيكون منتوج كتير بثمن كيكون تفضيلي مزيان، وبطبيعة الحال هذاك المقاول ولا المستثمر كيمكن له يستثمر في واحدة تحويلية، لأنه كيعرف بأن ضامن الإنتاج غيلقى السلعة اللي غادي يخدم واللي غادي يحول. لا ما نساو شيء بأنه حنايا في بلدنا المغرب راه القنب الهندي مرخص لأغراض طبية صناعية أو صيدلانية، ما عندناش حنا المغرب راه غير مرخص الريكرياتيف، راه ما كيترخصش لتخريب عقول الشباب، ممنوع، لا الترفيهية ما عندناش. أنا عندنا صناعية مكملات غذائية إلى آخره. إذن من شأن هذا التشجيع ديال الاستثمار أننا غادي نشوفوا أكثر فأكثر من المستثمرين، وبالتالي هذه السلسلة هذه غتولي تشكل واحد الرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بإقليم تاونات. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.